البقرة خواتيم البقرة كم مرة؟ ثلاثة. طب كم مرة في خواتيم آل عمران؟ خواتيم آل عمران ربنا ما خلقت هذا ربنا ما خلقت هذا بطرح سبحانه كم مرة؟ في ربنا إنك أنت تدخل مرة كم مرة برضو؟ طب هات لنا هات لنا ربنا في أول آل عمران أول سورة العمران أول الربع الأول في آل عمران ربنا أنا هعرف بس بعدش استنى سنة واحدة بس حاضر ربنا في أول آل عمران ربنا لا بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار إلا الذين كفروا يا شيخ عبد التواب هذه إن الذين كفروا إلا الذين كفروا يعني احنا قرأناها دي إن حرف غنة مشدد إن في واحدة ثانية إل باللام المشدد ربنا ربنا في سورة الكهف في سورة الكهف ربنا بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا من لدنك حسنة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رشدا في سورة الأنبياء رشدا في سورة ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وقلنا به عالمين رشدا في سورة النساء رشدا الشيخ محمود البنا يأذن المغرب دخلوه فإن آنستم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم إلى أموالكم فإن آنستم منهم رشدا ولا تأكلوا وإذا سألك عبادي عني آخر سؤال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا لي لعلهم يرشدون يا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سنكمل المسابقة بعد رفع الأذان إن شاء الله بقي معنا متسابقان الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بقي معنا متسابقان وبعدهما تنتهي الروضة بالتسبيح ثم نقوم إلى صلاة المغرب خلف معالي الدكتور شحاتة أبو العينين رضي الله عنه وبعد أن أحسن الشيخ عبد التواب ربيع عبد التواب ناجوه نقدم لك أسمى آيات التحايا وأرق الأمنيات الطيبة الابن الحبيب عبد الرحمن مهدي جمال أحمد ابن الفاتح الشيخ عبد الرحمن حد يستقبله ابننا الحبيب عبد الرحمن هو عبد الرحمن مهدي جمال أحمد الشيخ عبد الرحمن متربي في الفتح وهو عنده 5 سنين ما شاء الله وكانت أكلته المفضلة الطبيخ أيوة سيدي نعم كان طبيخيا يفطر طبيخ ويتغدى طبيخ ويتعشى طبيخ كلنا كده دلنا نفعنا الله يا سيدي وكرمه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو يستحق أن يكرم يعني ما شاء الله هل سافرت عمرة معنا عبد الرحمن؟ أنا عملت عمرة بس يعني في مسابقة تبع دمياط طيب الشيخ عبد الرحمن مهدي جمال أحمد من طبلوها من إيه؟ طبلوها تلا منوفي سيدنا الشيخ المصير الصف الثاني الثانوي الأزهري يحفظ القرآن كاملاً ودايما معاه المركز الأول على مستوى مصر ومستوى العالم ومعه القراءات العشر الصغرى والكبرى ومتميز وابن الفتح وشيء مشرف يعجب الزراع تفضل يا معالي الدكتور مرحبا بك يا سيدنا الشيخ عبد الرحمن مرحبا بك يا مشرف يلا الوقت سريع بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم
الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون فتوكل يا سيدنا الله فتوكل على الله فتوكل على الله إنك على الحق المبين ومن يتوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي سورة سورة الطلاق وما لنا ألا نتوكل على الله سورة إبراهيم وتوكل على الحي سورة الفرقان إن الله يحب المتوكلين إن الله يحب المتوكلين فبما رحمة من الله لنت لهم سورة آل عمران إنه هو العزيز الحكيم سورة العنكبوت في أي ربع فآمن له لوط إن الله هو العزيز الحكيم كم مرة إن الله هو العزيز الحكيم أربع مرات إن الله عليم حكيم مرة واحدة إن الله عليم حكيم اللي هي مرة واحدة بس عشان ما كتر تمام اجمع لي خمس آيات بتبدأ وما وما صدر آيات وما في كذا موضع يعني ولا وما عندنا في القرآن 20 موضع آيات أولها وما آيات أولها وما وما أعجلك عن قومك يا موسى مثل هذا يعني تمام وما أبرئ نفسي في سورة النحل تفضل وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون في أيضا في سورة يوسف وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صلى الله عليه وسلم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون متميز يا شيخ ربنا يفتح عليك بس في قاعدة بأن ولكن لا يصح أن تقول بذلك الكلام في القرآن من أول إلى آخره لا نبدأ بولكن إلا إذا كانت في إيه في منطق اللي هو الاستئناف يعني مثلا ضاق النفس عندي ولكن ممكن في الحالة أبدأ بولكن أكثر من السلام إنه عشان أعمل بذلك الكلام لا ومن بركة العلم أن ينسب إلى قائل إذا نقل عن سيدنا الشيخ عبد الحكيم في بعض المسابقات رضي الله وما عنه. لنا المائدة وما لنا المائدة تمام
وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. آخر سؤال. في القرآن الكريم جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، في سبيل الله، إلا موضعا واحدا لم يأتي فيه في سبيل الله، ما هو الموضع؟ في سورة التوبة. ها تمام. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله. جاهدوا ليس يجاهدوا. جاهدوا. سؤالي واضح. جاهدوا بأموالهم وأنفسهم جاء في القرآن الكريم كله في سبيل الله إلا موضعا واحدا لم يأتي بعدها في سبيل الله. ذكرت في التوبة وهو صحيح بس فين الدليل؟ هي في التوبة. طب فين بقى في التوبة؟ الله أكبر ولله الحمد. أحسنت يا سيدي. نقول ما هذا الجمال، ما هذا الجمال. أحسنت عم الشيخ عبد الرحمن وتألقت وفتح الله لك يا رب. مسك الختام الشيخ فوزي محمد فوزي عبد الفتاح 16 سنة مسك المسك، مسك الايه، مسك المسك. تفضل يا عم الشيخ فوزي، تفضل يا عم الشيخ فوزي. السؤال الاولاني بتاع حضرتك، اجمع لي في القرآن وما تشاءون على ما عرف بك تكون حضرتها لي. الشيخ فوزي محمد فوزي عبد الفتاح عزبة الحواط منيا القمح الشرقية في الصف الثالث الإعداد الأزهري، يحفظ القرآن كاملا وحاز على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية. الشيخ فوزي محمد فوزي عبد الفتاح، السؤال الموجه لفضيلتك يا حبيبنا يا عزيزنا، اجمع لي في القرآن كله وما تشاءون. إذا شئت أن أساعدك فإنني أساعدك. وما تشاءون في القرآن كله، هل أعطيك سؤالا آخر يا حبيبنا؟ طب الدكتور حش حاتم احنين عليك شوي، اما النور اللي بيديك سؤال اسهل من السهول. انا سرتي خفيفه ان شاء الله بسم الله. يلا اقرا من اول سوره الانعام بعد نخش على سوره الانعام. من اول سوره الانعام. اول سوره الانعام. طب اول سوره الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا أجر حسنا. طيب من الجنة والناس فين وفين وفين كذا؟ يلا سهل قلبي. لا مش في صورة واحدة، في صور كثير، أكثر من صورة، وأقل الجمع ثلاث. ثبت لنا أول ياسين يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. كمل كمل.
لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. سورة الحاقة وبها نختم. سورة الحاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام ألم نشرح لك صدرك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. نقول ما هذا الجمال. ما هذا الجمال. الشيخ فوزي فاز ومحمد فوزي فاز وعبد الفتاح فتح الله لك. يا رب. شرفتنا يا أستاذ فوزي محمد فوزي عبد الفتاح. وقد انتهت الروضة ونبدأ في التسبيح الجماعي مع بعض. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. سبحان الله. سبحان الله. والحمد لله. والحمد لله. ولا إله إلا الله. ولا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. عدد خلقه. عدد خلقه. وزنة عرشه. وزنة عرشه. ورضا نفسه. ورضا نفسه. ومداد كلماته. ومداد كلماته. سبحان الله. سبحان الله. والحمد لله. والحمد لله. ولا إله إلا الله. ولا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. 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 الله أكبر ولله الحمد.
الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك. لا إله إلا أنت سبحانك. إني كنت من الظالمين. إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك. لا إله إلا أنت سبحانك. إني كنت من الظالمين. إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك. لا إله إلا أنت سبحانك. إني كنت من الظالمين. إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله. لا إله وحده لا شريك له. وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. له الملك وله الحمد. يحيي ويميت. يحيي ويميت. وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير. مولاي صلي وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كله. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. مولاي صلي وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كله. مولاي صلي علي يا ربي صلي علي يا ربي صلي علي يا ربي صلوات الله عليه. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة الختام في التعقيب على المتسابقين. أنا عايز أشكر الدكتور أحمد عبد عوض على الحفل الجميل ده، وربنا يكرمه يا رب ويبارك له في أولاده وكل ويجعله في موازين حسناته يا رب. ربنا يجعله في موازين حسناتك يا دكتور. بس يا دكتور أنا طالب من حضرتك طلب كنت طلبته في المسابقة لما سألت بيه، يعني عايز عمر. أنا نفسي في عمر أنا وعمتي، وحضرتك تدعي لي ان ربنا يكرمنا يا رب، عشان هي عملت لها حق عليا، يعني هي اللي بتراعيني هي واخويا. ابشر ربنا يكرم ربنا يكرمها ويديها الصحه يا رب. انا بوجه لها رساله ربنا يكرمها ويديها الصحه، وبوجه رساله لاخويا ربنا يكرمه ويجعله في ميزان حسناته يا رب، ويتفضل هنا جنبي يعني عشان يشكر حضرتك. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اشكر فضيله العالم العلامه الفهم الفهامة الأستاذ الدكتور أحمد عبد عوض، وأدعو الله له وأسأل الله العلي العظيم أن يعلي قدره وأن يرفع شأنه في الدارين آمين، وأن يسعد قلبه وأن يبارك له في أولاده يا رب العالمين، وأن يكرمه بزيارة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكرمه وأن يرزقه السعادة في الدارين آمين يا رب العالمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أتوجه بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى العالم القدير، إلى أبي وشيخي وأستاذي العالم القدير الأستاذ الدكتور أحمد عبد عوض، الذي استفدت منه الكثير والكثير، واستفدت منه خبرات كثيرة في المتشابهات والحفظ والدروس الفقهية وأنوار التفسير. أسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا في ميزان حسناته يوم القيامة، وأن يجعله زخرا للإسلام والمسلمين، وأن ينفع به أينما حل ونزل. كما لا أنسى أن أشكر شيخي وأستاذي الذي استفدت منه وتعلمت في الاختبارات في مسابقات المواهب القرآنية والروضات،
الدكتور شحاتة أبو العينين، أسأل الله أن يجعل القرآن شفيعا له يوم العرض عليه، اللهم آمين. وأنا كنت حقيقة حينما كان يختبر في المسابقات كنت أنتظره على شوق، لأني كنت أستفيد من قواعده العظيمة ومتشابهاته الجميلة، فأسأل الله أن ينفعنا بكم في الدنيا والآخرة، آمين. الشيخ أحمد الشاذلي، الشيخ أحمد الشاذلي، الشيخ أحمد الجمعة، الشيخ أحمد الجمعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. معكم أخوكم الشيخ أحمد الجمعة عبد السلام حافظ سفير الفتح. أنا بحب أشكر أبي الأستاذ الدكتور أحمد عبد عوض الذي وجه لي في الدعوات في الحضور إلى روضة المبصرين والمبصرات، وأقدم له التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأقول له كل عام وأنت خير وأنت بخير يا أبي الأستاذ الدكتور أحمد عبد عوض، ورحم الله عم الحاج صبري عبد عوض وعميتي بوسينة عبد عوض. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلهم مع الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. اللهم اجعلهم مع الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، وارحم جميع أموات المسلمين. وأشكر شيخ ومعلم الفاضل الأستاذ المعلم الشيخ الدكتور شحاتة محمد أبو العينين أحد أعلام نجم في سماء الشرقية، والشيخ محمد الشاذلي فتحي الشرقية، وأخوي الشيخ أحمد فتحي. وأقول لأبي الدكتور أحمد أطلب منك الدعاء للأستاذ هاني محمد سعد محمد عبد النبي ابن خالت الغلبانة ابن خالت أنا بالله عليك. حاضر، أبشر بشر إن شاء الله، سأدعو له في قيام الليل إن شاء الله. ادر الشيخ احمد الشاذلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، ايها المشاهدون الكرام، اتقدم بخالص الشكر والتقدير الى فضيلة العالم الجليل استاذ الدكتور احمد عبد عوض على ما قدمه لنا من خيرات كثيرة وعلم نافع وروضات نتناول من خلالها، والكثير والكثير فاز بالعمرة، وأنا من قبل فزت بالعمرة عبر شاشة قناة الفتح للقرآن الكريم عام 2016. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك له في أولاده، وأن يجعل أولاده في أعلى المراتب وفي أعلى المناصب، وأن يجعلهم دائما مسددين موفقين ناجحين متألقين في أعلى 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 المراتب والمناصب. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه حج بيته الحرام وزيارة نبيك عليه الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا النبي قال قبل ما أتكلم، كل عمل لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر، يعني فهو منزوع البركة. صدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابنكم المسكين الفقير الحقير احمد الشاذلي، يعني ان كفايه ان انا كفيف وربنا نورها لي ولكل المكفوفين الحمد لله في الدنيا والاخره. انا 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 بشكر الدكتور احمد، انا بشكر الله الاول ثم بشكر الدكتور احمد عبد عوض وفضيله الدكتور العلامه برضو الدكتور شحاته محمد ابو العينين على كل اللي هم يعني بيعملوه معايا ومع غيري، مش معايا لوحدي بس، لان سيدنا النبي قال كده ما لم يشكر الناس لم يشكر الله. والله انا ما انا في حضرتهم هم قاعدين كلهم، انا مش عارف اتكلم بصراحه ربنا، وان هو نعم الله أكبر ولله الحمد وبدعيه بعمر. الله أكبر ولله الحمد سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا. صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا بشكر الدكتور أحمد عبد عوض ورب. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الدكتور شحات هيصلي بينا. ماشي زي بعضه. الدكتور شحات هيصلي بينا يا سيادنا بعد اذنكم، يعني الشيخ شحات هو اللي يصلي بينا بعد اذنكم يا سيادنا. الشيخ شحات هيصلي بينا. يلا يا جماعه اصطفوا. دكتور شحاته ياخد القبله ويصلي. يلا حد يوسع لدكتور شحاته ودور الصوت. دكتور شحاته يتوجه يستقبل القبله. الشيخ شحاته يستقبل القبله ويصلي. سيدنا الغالي معلش كنت متوضع. معلش معلش ربنا يشرحك. في قلبي ولاد متابعين والله في قلبي والله. الاستاذه فايزه عندي عمليه زر. الاستاذه فايزه دي تمام. استقيموا للصلاة واعتدلوا يرحمكم الله. أتموا صفكم وأقبلوا على الله بقلوبكم. صلوا صلاة مودع واستقيموا. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه
على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر